أهلا وسهلا، أنا اسمي فؤاد رجا وأنا المسؤول عن الفريق اللي أعد البرنامج ده. إحنا بنصلي إنه البرنامج ده يكون سبب بركة لكل واحد يسمعه، وإنه يكون سبب بركة أيضا لكل الأطفال اللي هيستفيدوا من البرنامج ده. أتمنى إنه من خلال القصص من الكتاب المقدس اللي هتتعلموا إزاي تتعاملوا فيها مع الأطفال تكونوا مراية تقدروا تعكسوا صورة ومجد ربنا للأطفال بطريقة سهلة ومبسطة. شكرا. أهلا بك في تدريب المعلمين في منهج العبادة الصلاة والطريق. سواء كنت مديرا أو معلما، نرجو أن يساعدك هذا التدريب بينما تقود الأطفال من خلال قصص الكتاب المقدس من سفر التكوين وحتى سفر الرؤيا. قم بتحميل دليل المعلم وبلمحة للصف الذي تود تعليمه حتى تتمكن من اتباعه. تعطيك الصفحة الأولى نظرة عامة عن الدرس، وستجد الهدف والصورة الكبيرة للدرس. استخدم الآيات والصلاة المشجعة لتعد قلبك لتعليم الدرس، وتتحد مع المعلمين الآخرين حول العالم الذين يصلون هذه الصلاة. إن الصلاة هي أكثر الطرق تأثيراً في الإعداد لتعليم أطفالنا. تزودك الصفحة الثانية بقائمة بكل المواد التي ستحتاجها للدرس. يمكنك تحميل بعض المواد بينما تحتاج لصنع الأخرى. ستساعدك هذه الصفحة في جعل الدرس يتلائم مع الحاجات والقيود الوقتية للمجموعة. اطلع على كل الاختيارات تحت عنوان هل لديك وقت لتعرف النشاطات التي تود إضافتها للمنهج. لديك الحرية في استخدام كل العناصر وأن تجعلها ملائمة بالطريقة التي تراها مناسبة. تذكر عندما تختار أن كل نشاط مصمم ليدعم القصة أو الهدف بطريقة مختلفة، وعلى المدى الطويل نريد أن يتذكر الأولاد القصة أكثر من النشاط الذي قاموا به، وعلى نهاية الدرس سيكونوا قد استكشفوا القصة من خلال عدة أساليب وسيدركوا كيف يطبقونها على حياتهم اليومية. إن أحسن طريقة لاستخدام باقي دليل المعلم هي أن تقرأه سلفاً وتقوم بصياغته بأسلوبك الخاص. عندئذ يمكنك أن تستعمل بلمحة لترشدك خلال الدرس. إن دليل المعلم مرفق بالآيات الكتابية حتى إذا لم تسنح لك الفرصة للتحضير، أو إن كنت معلماً بديلاً يمكنك أن تتبع الآيات بثقة، وسيتعلم الأولاد الدرس بشكل كامل.